كما استطاع إبداع هذا الفريد أن يبقى بصمة في عالم الفن بالموسيقى والصوت، فإن أنغام آلة العود الذي صنع بأيات الحرفيين اختزنت بصمة حرفة دمشقية أصيلة. ولأن المختصون بها اليوم باتوا قلائل، كان لكاميرا الإخبارية السورية زيارة لمحل الحرفي أنطون إبراهيم الطويل المختص بصنع وتصليح الآلات الموسيقية وبالأخص آلة العود. أول عود سوري صنع سنة 1879 في منطقة دمشق القديمة بالإمارية. عبد النحاق هو أول عود سوري صنع. فبهداك الوقت بتعرفي ما كان في إلكتريك يعني كهرباء، فكانت صناعته بالطريقة اليدوية المملة فينا نقول إذا جاز التعبير يعني، فكله يدوي يعني ما في آلة، ما كان في شيء اسمه آلة. حتى عبد النحات الله يرحمه كان أمي ما كان يعني ما كان يعتمد على المتر، كان يقيسه بالشبر وبالأصابع. نحن حطينا الزغارف على العود، نحن نزلنا الصدف على العود، نحن نزلنا الزغارف النباتية والهندسية، يعني عطيناه الطابع الشرقي، عرفتي كيف؟ عطينا هالآلة الطابع الشرقي، حملناها هوية هوية العود الشرقي. لكن انت بتقدري تشتغلي بأي طريقة بدك اياها وبأي يعني بتحطي الموديل اللي بدك اياه، لكن نحن عم نحكي على البضي على الهيكل تبع العود. نحن اشتغلنا من خشب الجوز، خشب الليمون، خشب السرو، خشب الكينا، يعني وفي اخشاب بالاضافه اخشاب مستورده، لكن هي غاليه الثمن. خشبه الجوز الموجوده بسوريا اثبتت جداره واثبتت فعاليه لا تقل الجوده تبعها عن غيرها. كما تنقل الصوره المعلقه على جدران محله محطات من مسيرته، نقل أنطون أصول هذه المهنة لابنته. ما سبق مثلاً أنسة اشتغلت بهاللون هذا، فكان في استغراب كتير، على مثل ما قلت لك على عكس الفرنسيين والبريطانيين كانوا يعني ينصدموا يندهشوا إنه كيف أنسة عم تشتغل بهالقصة هاي. لكن اللي بقدر أقول لك يا في بعض مراحل بتتطلب جهد عضلي، لكن الأنسة ما بتقدر عليها، عرفت كيف؟ في بعض مراحل بدها جهد يعني بدها رجل، عرفت كيف؟ لكن هي ضلت مستمرة بالأشياء الجمالية اللي بتخص هالقطعة هي، من ناحية الزخرفة، من ناحية التخريق وهالقصص هي، فكانت يعني سهلة كتير. لكن مثل ما قلت لك بعض مراحل كتير بدها جهد عضلي يعني بدها أكثر من واحد. مهما ضاقت الأحوال يحاول الحرفي السوري أن يحفظ تاريخ مهنته من الاندثار. رغم ضيق هذا المكان إلا أنه قادر أن يحفظ داخله آلات تحكي حكاية حرفي سوري استطاع عبر الزمن أن يحفظ مهنة تراثية سورية. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودي.